تخطف من دلوقتي اعمل حاجه ليه يا بابا؟ بألف انا يا عم. وتشتركوا عندنا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم منوعات رحاله، معاكم اخوكم سامح الخوالقه. هنعمل حاجه كده باللحمه يا جماعه، انا من عشاق البسطرمه في البيت، حبيت نشارك معاكم ان شاء الله طريقه عمل البسطرمه. هو مش المحتوى بتاعي، انا شغال محتوى زيت، ولكن برضو كصياد انا بنحب البسطرمه في يوم الصيف. دي حته لحمه يا جماعه نص كيلو، ان شاء الله هنعملها بسطرمه مع بعضنا، وانا حبيت نشارك معاكم الايه الفيديو ده. اول حاجه هنعملها يا جماعه، هنخرم طبعا يا جماعه ايه حته اللحمه من هنا كده بالطريقه دي ان شاء الله، وهنجيب دبره خيط دبره وهنعديه من ايه من حته اللحمه بالطريقه دي كده. هنيجي رابط ايه رابطها كده بالطريقه دي، وهنبدا ايه نخرم اللحمه دي. طبعا يا جماعه حته اللحمه دي وش فرده، حته من الفرده، اي حته حمراء مطوله ان شاء الله هتنجح معاك. هي في ناس بتحب تماس حته لحمه معينه، بس انا شايف اي حته لحمه حمراء هتشتغل معاك. خرمت كده بالطريقه دي كده كذا حتة، بعد كده ان شاء الله ايه هنجيب ملح خشق، ده ملح خشن اهو، وهنبدأ ايه نملح اللحمة بتاعتي. هنحاول طبعا ندخل لحم في الايه في فتحات اللحمه اللي انا خرمتها بالسكينه. طبعا بعد ما حطيتها في الملح كده يا جماعه، بنجيب برده حته دوباره تانية، نبدا نعمل ايه نلفها على حته اللحمه بتاعتي. دي بتبقى نظام عصر كده عشان تطرد كل الميه اللي هي في قلبها وايه وتنشف. بعد كده يا جماعه ان شاء الله بعد ما حطيتها كده بالملح، هنحطها في اي مكان ايه اي مكان رطب لمده 5 ايام ان شاء الله او 6 ايام على حسب، لحد ما تسرد الميه اللي فيها كلها وتبقى ناشفه خالص. هنعلقها كده لمده 5 ايام، وبعد 5 ايام ان شاء الله نرجع لكم نقول لكم هنعمل فيها ايه، وخليكم معانا. طبعا يا جماعه دي حته اللحمه بعد ما ملحتها 4 ايام، احنا في الجو عندنا حر شويه في الايام دي، احنا في 1/7، فاللحمه دي خدت معايا 4 ايام عقبال ما ايه اتملحت كده وصفت كل ايه كل الميه بتاعتها. دي كده بقت جاهزه ان هي ايه تاخد طعم البسطرمه. طعم البسطرمه يا جماعه نجيب حلبه ناعمه، دي حلبه مطحونه، وهريسه شطه، فلفل احمر ممكن يبقى حراق وممكن يبقى ايه يبقى هادي، وتوم، لسه فاضل لي شويه ملح، وهنضرب كل ده في الخلاط او في الكبه هنعمله. نضرب الخلطه دي عشان ما نطولش ونرجع لكم. طبعا قلنا يا جماعه ان حته اللحمه دي قعدت 4 ايام في الملح متعلقه، وبعد كده غسلتها بميه ونشفتها. الحاجه اللي انا وريتها لكم اهيت اللي هي الحلبة المطحونه والهريسه الشطه والتوق وشويه الملح مع حبيتين زيت صغيرين، عملتها ايه هريسه بالطريقه دي. هنعمل بيها ايه قميص لحته اللحمه دي. هي دي كده فكره البسطرمه يا جماعه. وبعد كده ايه
هنعلقها 4 ايام تانيين او اسبوع على حسب بقى ايه شكلها. هنتابعوها برضو مع بعض بعد ما نعمل القميص ده عشان ما نطولش عليكم. خليكم معايا. طبعا برضو ايه بنحط شويه ميه كده في طبق، نغوص ايدي ميه كده وايه نحاول نعمل بيها الايه القميص بتاع البستر. تابعونا يا شباب ما نخلص خالص هن ايه هنقول لكم ايه اللي صار معانا كده يا جماعه. اهوت بعد ما لفتها كلها بالهريسه اللي انا عملتها، ده القميص بتاعها. بنسيبها برضو ايه في الهواء شويه كده، ممكن تاخد اسبوع 10 ايام. انا هنشوف دي خدت معايا قد ايه بالظبط وهنقول لكم في نهايه الفيديو. تابعونا. بص يا جماعه انا حطيتها فين؟ ده مكتب اهوت، ومعلقها على الايه على المقبض بتاع المكتب، وحاطط تحت منها صينيه كده. انتظرونا بقى لحد ما تستوي. بصوا يا جماعه شكل البسطرمه بتاعتنا بعد 10 ايام، شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله يا شكلها حلو يفتح النفس. الحمد لله هم خايفين يعني منها، بيقولوا ممكن تكون بايظه، بس انا مش شايف فيها اي تصوف او اي حاجه تدل على العفن. المفروض نصبر على اكتر من كده، بس يحيى بقى متحمس عايز يشوف البسطرمه عملت ايه. الشغل بتاعنا احنا ان شاء الله هنقص اهوت، هنقطع. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. بسم الله الله اكبر. صلاة النبي يا جماعة، صلاة النبي. بسطرمة دي يا ابني ولا مش بسطرمة؟ بسطرمة. بسطرمة اهي. بسطرمة دي ولا مش بسطرمة يا جدعان؟ طب ندوقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأول. أنت الأول؟ كمان واحدة؟ ماشي. صلاة النبي. طيب دوق بس قول رايك بمرضي الله، وانا هندوق انا كمان. وانا جميله. طب دوق كده عليها. جميله بس حرقه شويه. حرقه شويه عشان احنا حاطين شطه حراقه. طب وربنا بسطرمة وجميله ومية مية. والله جميله يا جماعه. يلا بقى كده تمام. جميل. ان شاء الله جميله بس حرقه. حراقة، ما أنا كنت قصد نعملها حراقة. حراقة شوية. لو حد بقى مش عايزها حراقة يحط الشطة بتاعتها باردة. أنا عشان عايزها حراقة حطيت شطة أردني. دي نهاية الفيديو يا جماعة، ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك. أنت هتخطف من دلوقتي يا عم الحاج. جميل يا بابا. بألف هنا يا عم. وتشتركوا عندنا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.